ملاذا دون خوف أو قلق. صادفته في الغابة يشوفه بعيدا وسعيدا يبدو طال نحو كنمر يعدو فوق أكتاف التسم يبدو فوق ذراع فريدا من بعد أن كان شهيدا وفي الغابة يحيا وحيدا اختار الخير والخير. لعل العصفور أو الطير يصلح أن يملكه الغيب فتنال بسبب الخير لو للسلطان تهدي. اذهب قدم هدية لمولان حامل رعية فتنال عطايا سخية وطيرك يلقى ما يكفيه يحيا في القصر مدلل حيث الوحوش لا تتسلل حيث الأكل لا يقلل وأقفاز الذهب تأوي. أمي فكرة رائعة وفي القصر يجد هذا الطائر كل الرعاية ويطرب الملك وحاشيته. اذهب يا بني حالا للقصر عسى أن يكون هذا الطائر فاتحة للهناء والخير. التدوين لا بد من تدوين الأحكام. ونعم الرأي يا مولاي، سأنتجب مدونا من خيرة الخطاطين. اطمئن يا مولاي اطمئن. والآن هل يرغب مولانا في نصيبا من الراحة؟ لقد أتممنا واجبنا فلا بأس من ذلك. مولاي هناك من يلح في المنثول بين يدي. يبدو أن هذا الثائر ثقيل الظل يا مولاي، وإلا لما جاء في مثل هذا الوقت المتأخر لتقديم شكواه. فليعد غدا أو بعد غد أحسن له ولنا. لا لا أيها الوزير، لعل سماعه في هذه اللحظة يكون أنفع له. فليدخل. ما شكواك لمولاك فبالك لا تبدي حراكا. أتشكو عند ارتباك في حضرة سلطان الشر. مولاي بالحضور جايبة لا شك في ذلك لا ريبة ريبته حتى في الغيبة له نور يسطع كالبر. كلام منمق بلفظ مدقق بعفوية شاب أراه يصدق. ما جئت للملك كشاكي لا مظلوما لا متباكي. أوجز في الكلام هيا ولا داعي للتباكي. لكن يجد بعفور صوته ألحان وسرور يجي كل الألوان وانفته ثقة وغرور. مولاي عصفوري نال لا أحد عن صيدي قادر. إني تقبلته كهدية في قصرك يأمن من غادر. هدية بهية جزائي عطية كجنس فعلك تكون سخية. قبلت الطائر حلو البشائر عندي بخاطر أرد الهدية. جهز على شرف الصياد مكتوبة من أطيب زاد سيكون ضيف المبشر يدخل قصري كالأسياد. هيا يا وزير عجل وامنحه حالا ما أراد. أولاي المحترم شكرا على الكرم.
يكفيني رضاك مشروب حياك أنت لنا هرم مولاي المحترم مولاي امتناني قد فاق المعالي أنا من رعاياك جندي فداك شكرا على الكرم مولاي المحترم حولي أخطارا أكيدة لكن إرادتي دوما عنيدة لا بد لي من حيلة أو من مكيدة حتى أزيح هذا الصياد الغريب مولاي طائرك رائع حلو عجيب لكني أحس بغنائك لحن كئيب حتى دواؤه ليس يملكه طبيب وإنما بيدي هذا الصياد الحبيب لا بد لطائرك الحلو الملون من أنثى لوحدته المرة تهون حتى لمولانا ثنائيا نكون يزدال قصرنا الجميل بالأعاجيب أظن وزيرنا قال الصواب فضي يا سالم طوا للغار واجلب للطير أنثى جميلة أترضاه أن يحيا عدا أمر متى يا دوما مطاع ولدت أيها الشاب الشجاع إلى اللقاء يا حسن الطباع أو لنقل يا أحمق حال الوداع Thank you.
قصرك يا مولاي أصبح لؤلؤة تدخل السرور على الناظرين، ولكنني أحس أنه يتسع لأكثر من ذلك بكثير. لا تبالغ أيها الوزير. أنت متواضع يا مولاي، والتواضع من شيم العظماء، ولكن لو تحقق الحلم الذي يراودني لازدان قصرك بما يغني عن كل الكنوز. أفصح أيها الوزير وتكلم بوضوح أكثر. العفو، العفو يا مولاي العفو. أقصد أميرة الغرب. أميرة الغرب؟ ولكنك تعلم أن طلب يد أميرة الغرب أمر صعب المنال. أعلم ذلك يا مولاي، ولكن لا أظن أن هذا الصياد الهمام سيعجز عن جلب أميرة الغرب، فهو الذي تمكن من جلب أنثى الطائر العجيب. أميرة الغرب؟ نعم، ما دام الأمر يتعلق بسعادة مولانا فكل شيء من أجله يهون. بورك فيك أيها الصياد الشهم، فاطمئن على والدتك من بعدك، سنرعاها في القصر حتى موعد قدومك، واستعد للرحيل صباح الغد متمنين لك السلامة والظفر. بها الله حباني
Thank you.
صديقنا صاحب النعلين بلغ رسالتنا إلى ملك الغرب. وخرج يغني عن رحلته. إنه أسرع حامل رسائل في الكون. وكيف تلقى الملك الخبر؟ إنه يضحك باستهزاء ويقول لوزيره: ماذا سنصنع بهؤلاء الأغبياء؟ وماذا يقول الوزير؟ إنه يقول للملك: سندخلهم الليل في الفرن فيصبحون جثثا مصلية، نقدمها أكلة شهية لكلاب القصر. ماذا؟ لنتوقف عن المسير أيها الأصدقاء، لا يمكن أن أغامر بحياتكم من أجل أميرة الغرب. أنسيتم النايا أيها الرفاق؟ لا تخشوا شيئا، فحرارة الفرن تصيرها بالناي معتدلة، تذيقها أجسادنا وتستلذها. احذر يا صاحبي وانتبه عند استعمالك الناي. اطمئنوا فأنا أتقن عملي.
جاؤكم بنسيم بحري. هذا الكرم حره عالي غير أني لا أبالي. نغمات الماء الخيالي نحول الحر لنسمة. لا حر فوق احتمالي لا أعرف البلة الوالي. لا داعي أن أشغل بالي فالليل يعرف لي نغمة. أصدق ما تقول أيها الوزير. لا تغضب يا أعظم الملوك، لا تغضب، فما قصرت في أداء واجبي أبدا. لقد رقبت بنفسي عملية إشعال الفرن. إذن كيف تفسر نجاة هؤلاء الصعاليك من موت محقق؟ لا أعلم يا مولاي، لا أعلم. أظنهم متعودون على الحرارة، لذلك سأدخلهم في غرفة باردة أحفظ فيها أكواما من الثلج، فلا أظنهم سيعيشون أكثر من ساعة. تحت هذه الأكوام سيتجمد الدم في عروقهم يا مولاي. أرجو ذلك يا وزيري، أرجو ذلك. اطمئن هذه المرة يا مولاي، اطمئن. أن تبنوا لي سورا عاليا سميكا يؤمن المدينة والقصر من كيد هؤلاء المعتدين، وإذا ما أنجزتموه في 3 أيام فستكون الأميرة من نصيبكم. فهل أنتم مستعدون؟ بالطبع يا مولاي، سنبدأ في تنفيذ أوامرك في الحال. يا صاحب المعول، هل أنت مستعد؟ أنا في أتم الاستعداد. إذن إلى العمل. السيد يحمي ملكه ضد غزاته، يهدأ نوما طول حياته.
حياة شكية صورة بوابة مصدقة وبشكل جيد. بالمعقول نبني لك حصنا أما الطائر يقتل غصنا لكن تسكن في قلعة تدعي أنك شعبا ترعى لو كان العدل لك صنعا ما احتجت سورا أو حصنا. الوزير يكلم نفسه وهو يتحقق من بناء السور. إني أسمعه. أظن أن الأميرة أبحث قريبة منك يا سالم. أهو هذا ما أظن إن كذبت عيوني تصدقها الأذن أكاد أجن وأشك عقلي على المحك هذا بناء عال مفاد فيه دك ما بالك تهفي هذيا أتكلم جنا شيطان قل أفصح يا وزيري ماذا دهاك الآن مولاي أصبت بصلع علوا البنيان بسرعة حتى أن الأغنام حوله الآن ترعى مستحيل مستحيل هذا أمر مستحيل كيف استطاعوا النجاح إنه خطب جليل هيا تكلم وبسرعة يا صاحب الظل الثقيل كيف بوقت قصير صنع الصورة الطويل لو كنت أدري لا أجبت لكنني فعلا تعبت قلبت الأمر برأسي وبالصلع يا قد أصبت مولاي أنجزنا ما طلبت فهل لنا ما طلبنا؟ لمن عجل انتظر قليلا فما زالت بخاطري أمنية حتى تنال ما وعدتك به عليك أن تختم رسالة إعلان نجاحك في نيل الأميرة لا ضير في ذلك يا مولاي لكن الختم عند أخي في إمبراطوريته النائية حيث تغرب الشمس لو أنكم تنجحون في إيصال الرسالة والرجوع بها مختوما تنالون الأميرة والمهلة هي يومان يومان فقط هل تؤمن المهمة يا رفيقي؟ على الرحب والسعة لا تستعجل الأمر أيها الوزير فهذه المرة سيفشلون إن مملكة شقيقي بعيدة جدا ولن يصل إليها قبل شهور وإن ركبوا بساط الريح
كيف لا نستعجل الأمر يا مولاي ونتدبر الحيلة قبل فوات الأوان؟ إن الصياد وجماعته سحرة وسيقتل مفعول سحرهم بمجرد استدعاء كبير السحرة في مدينتنا. فأذن بدخوله يا مولاي، لقد أمرت بأحضاره إلى القصر. حسناً حسناً، ليدخل، سنرى ما يمكنه أن يفعل. لقد بعثنا رسولا إلى مملكة شقيقي، فهل يمكن لك أن تتكهن متى سيعود؟ لا يمكن له أن يعود قبل سنة يا مولاي. وإذا كان ساحرا أو من مردة الجان، فهل بإمكانه أن يصل قبل يومين؟ ربما يا مولاي، ربما. وهل بإمكانك أيها الساحر العظيم أن تبطل سحره وتعطل عودته إلى ما بعد يومين؟ بالطبع، إذا أذن لي مولاي ذلك سأبدأ التعويذة من الآن. أعطل سيره ذهابا وإيابا. افعل أيها الساحر، افعل إن كنت من القادرين. أيها الصياد الشجاع، فاستعد للرحيل.
لا يجدي بحثك عنا غير سلام. أنتم ساعدتم في مجدي ذللتم كل السعاق. لسنا إلا طيبة فعل وتجسدنا نحن لأجلك. للخير بك تسعى رجلك فهنيئا لك بالأصحاب. أنا لا أذكر فعل الطيب بل أذكر أخطاء الماضي. كيف ظن الناس أخيب معلنا منا ابتعادي. هذا جزء من خصالك أن تذكر سيئة أفعالك حتى تجتنب التكرار يتحسن للأفضل حالك. يا صاحب ابن علي قل لي أنت من تكون. أي ذكرى لأي فعل قد أثرت في الشجون. أتذكر لما اشتد الوجع لأمك في ليلة أمطار. سالم الطيب هرع تجري في الدرب بإسرار. يروم تخفيف الألم ابنا يبر بأغلى أم. إن تشتكي قلبه يهتم تلك أطباع الأحرار. والآن وداعا يا سالم ورافقتك السلامة. وداعا وداعا لن أنسى رحلتنا ما حييت. ملك الشرق. وعليك السلام يا فارسنا الهمام.
بلغنا نبأ عودتك مظفرا، فاحتفلت المدينة ولبست أبهى حللها إكراما لك أيها الفارس الشجاع. ولقد عرفت في غيابك أن وزيري هو من كان يدبر لك المكائد عن حسد وغيرة ليحجب عني نبلك وشجاعتك، فسجنته إلى حين عودتك. أدام الله عزك يا مولاي، أرجو أن تعفو عنه، فقد يكون العفو والإحسان قادرين على محو الضغينة والحقد. فارس همام وشاب حكيم، هنيئا لشعب الشرق بك. من الآن أعلن تنصيب سالم كبير مستشاري القصر، ومن هذه اللحظة سنحتفل بتنصيبك وبزواجك من الحسناء أميرة الغرب. سوف نتزوج دربعا من الفلاح، مصعد نتزوج نحن أحلى الأفراح. من الحب ملكت فؤادي وصنعت أنت الفرح، غدا أروي لأحفادي عن تارك أهل الشر. صحيح في أخلاق فارس أهدى لأحلى الحب، أنت يؤمن ويحميني من فرد الحب. أميرة قلب مرعوب يداك ترياح الجنون، أيقونك رحل الأيام حياتهم الجديدة، عشها مباركة وبالود سعيدة. سالم جمع تطبيب إرادتك العنيدة، غدا شأنك يعلو بحكمتك الفريدة. بعد المشوار الصعب بعد القدر الورع، أفلح صياد الشعب وصحب الورد الشعب. حتى الظروف يبلغ القمم، يعرف الملايين تعبون يوما بالصبر والحمار، نحلق اليد تحقق السعادة نشتاق الألم. Thank you.